ديما عطيه العصير. اي السلام عليكم خوتي المغاربه فين ما كنتو، كنتمنى هادشي اللي كندير ينال الاعجاب ديالكم، وشكرا والف شكرا على التشجيعات ديالكم. عارف الهضره ديالي قاص حسم، الا ما كنتيش ود الوقت ما غاديش تفهم. عمري فكرت نادي ولا نكره بلادي، كنكره غير الناس اللي ما بغاش تخدم وما عندهاش ضمير. هادشي علاش اي واحد ضرو العطش كنقول له طلع تشرب العصير. ديما عطيه العصير. اللي معروف عليا ديما كندوي غير على الحوايج الخايبه اللي في البلاد، ما فيها باس مره مره نهضروا على شي حاجه زوينه الا كانت. واول حاجه زوينه غادي نبدا بها هي فخر العرب وفخر الطفوله المغربيه، الطفله مريم اللي فازت بتحدي القراءه في دبي. مبروك عليها ومبروك على والديها اللي باينه قدموا لها الشيء الكثير. اما الدوله في هذه المسائل ما عندها ما تقدم ما عندها ما تاخر، بالعكس هي عندها الربح يبقى بنادم مؤخر. ودابا نخليكم مع لقطات من التتويج ديالها بالجائزه. واخيرا الى الجائزه المرتقبه التي ننتظرها جميعا، الجائزه الثمينه على قلب كل عربي يحتفي بالحرف العربي، بطل تحدي القراءة العربي للعام 2018. نعم. ستذهب إلى البطل. ما راح تتفاجئوا هاللي باسه الشيخ محمد قبل شوي، مريم عمجون المغرب. شنو غادي نقول لكم، هنا كيعجز اللسان على الكلام. والله حتى اللحم ديالي بورش، بنت باقا صغيره وتا هي حاسه بالمسؤوليه اللي عليها. وسمع كيفاش كدوي. مريم لحسن امجون، ممثله المغرب في مسابقه تحدي القراءه العربي، والتي مثلت بلدها خير تمثيل. والحمد لله. الحمد لله، فحال هاد المواهب كيحافظوا ماء الوجه ديال المغاربه حتى من الطوندونس نقاتو. هادي شحال الا دخلتي للطوندونس خصك تعاود الوضوء من جديد. زعما بنت فهاد السن وبهاد الفصاحه، انا كنعتبرها عبقريه زمانه وكنفتخر بها، كيف ما كنفتخر بزاف ديال مواهب في بلادي اللي ما نصفتهمش البلاد. ولكن هادشي ولا عندنا عادي. دابا غير قولوا لي، واش هاد البنت جايه من بلاد فيها برلمانيين بحال هذا؟ ما يمكنش. وهاد الجريمه خلاتنا نسولوا الحكومه بخصوص هاد الناس اللي موجودين في كل دوار وفي كل درب، وكثروا بزاف خاصه من اللي تغلق بويا عمر. لذلك نطلبوا الحكومه الله يجازيكم بخير، قديتوا على هادشي باش تبنوا لهم سبيطار، وخلوا لهم بويا عمر، خلوا لهم محلول. راه انت اللي خصك بويا عمر البشر. انا كون سعفتينك ودبرتي لك على شي نفار وبقيتي تفيق الناس للسحور ودي الاجر وتخلي ديك البلاصه لشي واحد يستاهلها. المهم نرجعوا للموضوع. واحد الملاحظه عندي، هاد البنت كانت في المغرب عمري سمعت شي واحد دوى عليها. خصتي اعترف بالحاجه البراني عندنا نعترفوا بها حنا. دابا حاجه اللي بغيت نعرف، شنو موجده الدوله لهاد البنت؟ واش موجده لها شي رعايه خاصه باش تزيد تطور الموهبه ديالها، ولا صافي غير تفوت هاد الموجه تنسى بحال اللي تنساو بزاف وترجع تقرا في المقررات ديال البغرير ومدارس بشعار هادشي اللي عطى الله غير سير؟ وهاد الدموع كيبقاو في رقبه اي مسؤول مغربي، حيت هاد البلاد اللي تعطات الاولاد داكشي اللي خاصهم ما غاديش تشوف الطاقات كيضيعوا في حتى المجالات. ونزيدك حاجه، هاد الدموع راه ديال البراءه، ما عندهم حتى شي علاقه بهاد الدموع ولا بهاد الدموع ولا بهاد الدموع. كنقولوا اللهم ما عرفت ما فهمتش المينا ديال الشيخه، راه بحال طبيبه بحالك انت، بحال قاضيه، بحال وحده كتبيع الخب، بحال كل كيشطح بطريقته باش يصور الرزق ديالو. اللي بتقول عليه الست ده ما تقولوا لنا حاجه يا جدعان. ما بقينا عارفين ما نقولوا. الصراحه انا من الاول كنت رافض نهضر على هذا الموضوع، ولكن انا غادي نهضر عليه من واحد الجانب. كذبت عليهم، كذبوا عليها، داك الشيء كيبقى سوقهم. نصبت عليهم، نصبوا عليها، كاين المخزن. ولكن حاجه اللي ما كتعجبنيش، هاد المواضيع كتعطاها اكثر من القيمه ديالها، كتحس بحال داك الشيء مدفوع. علاش بنادم ما دواش على المسيره ديال الاساسيده وتعطاها حقها في الاعلام؟ ولا الاعلام مشغول مع التراكس ولبنى ابيدار؟ الدوله اللي ما تحترمش الاستاذ وما توفر ليهش كاع الظروف والشروط فين يخدم، انا ما كنحسبهاش دوله. اما داك الاضراب ديال الشاحنات خلاص تقول واقع في شي دوله واحده اخرى، حتى واحد ما ممزك له، لا حكومه لا صحافه. بغيت غير نعرف نتوما فين باغيين توصلوا هاد البلاد. فين هي المعايير الدوليه اللي كيخدم بها السائق المهني؟ فين هي البنيه التحتيه؟ فين هي باحات استراحه؟ فين هي الوزاره اللي غتهيئ هاد المحطات وهاد باحات استراحه؟ وزارة تجهيز. بلا ما تبقاو تستحمروا في الشعب، راه كلشي عاق، راه تشقهمنا، قلبوا شويه المذاق وما تبقاوش تغلطوا راسكم، راه لا صوت يعلو فوق صوت الحق. وقبل ما نسالي هذا الفيديو غادي نجاوب الاخت ابيدار في واحد الكلمه قالتها في واحد البرنامج في واحد القناه اللي كنا كنتسناو منها تعري على الواقع. صدقات وانا نتعرى عليك ونعريك ونعري العالم الا ما احترمتينيش، راني قصباويه ولا كندافع على راسي كانني مراه ونص. نحقر عليك ونحقر على 40 مليون نسمه. هذوك 40 مليون نسمه اللي كدوي عليها عمرهم غادي يتحقروا، والنار اللي غادي يهضروا غير جمعوا حوايجكم وسافروا. ما بقاش بزاف قريب وما تجيكش غريب، حيت ما بقاش لينا فين نزيدو. عارف المزرعه كبيره واللي جا كيدير فيها يدو، واخا بزاف بغاونا نحيدو ولكن حنا باقيين هنا. طريق طويله واللي عيا يهز يدو. ما كاين لا فنانه لا بلاد، لا حكومه لا بلان، مزاوك في الكارثه غيتبان. هذا مكان المروكي غير صبر، تنميتافوري المعنى دو فوا، تنفيل تري في اللي راسو دقل. ما باغيش الكثره ديال الاجساد، الكتبه في الخفاء مرصنه. بوط ما خصو لا بيبليك، ما خصو لي
يغوتلو هاي هاي هاد الحياة لعبة وداز ما درنا لا طيارة لا وداز.